جديد في كل عشاق الرياضه نحكيو على اخر التطورات المنتخب الوطني التونسي البارح. باش نبدا معك انت سيدي علي، باش نعطيو حقه للملاعب زاد حنا بعد المجبر سيدي علي الكعبي بالطبيعه. رغم اللي اللقطه اللي شفناها، لكنه على الميدان البارح كان افضل لاعب ويمكن ايضا احسن مقابله لي عملها من اللي جاء المنتخب التونسي. توافقني ولا موافقك؟ هو ساعه علاش بعد حاجه نسالو، خسرناه نحن في تقريب عام من مشي متاع اليابان شهاب، ما كانش موجود فكرها من وقتها مع حنا بال. شفنا حنا بال اخر الحقيقه تامه لابروف، ما خذاه حتى فيرتيسمون، وين هاك الهيجه نتاعو وهاك الوحده، ولا متازن يخدم مليح، النجم يكون هو ما كيما قلت قبيله كمال عيدوني والصخيري، يكون هو سومي نتاع كوم ريجيسور وراء الجزيري وراء اي اتاكون اخر، فهمتي ولا؟ كي قرب المساكني شفنا هو عمل له طونديم حلو برشا، وعملوا دو ترو باس كوره حلوه كيما كان يحكي قبيليك شهاب، وكوره على البار، يعني وقتها بقينا يعني ثوابت نتاعنا، فهمتي ولا؟ انا نعتقد في الوضع الصعيب هذا توا خويا اسلام، لابد باش يسكير تقييم شامل بعد الاربع مباريات شوت جايين هذيهم اللي لعبناهم، مفروض يكون تقييم شامل، نشوفوا الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه، ونقف. وانا نقول حاجه توا للمحلين اللي كثروا برشا في البلاد هذيا، في الراديوات والتلفز والبلاتوات كي البطاطا، شنو هو حاجه قلقناك سيدي علي؟ لا مرحبا بكم، لا مرحبا، ما نخدموش احنا، شنو لا لا يخدم صور الفلوس ربي يزيدك حاجه بركه. نقول انا نقول ماذا بينا نقيمه، لكن زادة نقفوا مع منتخب متاعنا في الوضع الصعيب هذا سي اسلام، هذا اش حبيت نقول، نقفوا مع منتخبنا، مش تجيني وقت ما قال توا الماتر وقت باش نلعب كوب دي موند اخويا وجا والناس الكل تحب تلعب، نورمال توا ولدها يقف معها، الصحافي نقف نحلل ونعطي حق الناس، لكن زادة يلزمني نقف مع المنتخب في الحق وفي الحاجه الباهيه. سي تري امبورطون بيريود، راهي صعيبه ياسر، راهي فوضى عارمه يا سي شهاب، راهي في الفيدراسيون حتى او نيفو جون فراغ كبير، ما ثماش نستخدم فارغه الاداره الفنيه فارغه سي كمال الور لهنا، نقول ان شاء الله تسميه مدرب جديد في اسرع وقت يا ولدي، مدرب شو قيمو ما فهمتك، قيمو شنو كورتنا. مدرب جديد نعم، شنو مدرب جديد؟ اداره فني جديد، جي مدير فني طبعا. مدير فني جديد ان شاء الله يجي يتسمى، خلت الامور ترجع لنصابها، الباهي واللي يحب بلاده ويقف معاها في وقت الصعيب في وقت الشدة. مختار حبيت كل حاجة انت قبل قصين عليك طوى الأولاد حكيوا على التنسيون، طوى التنسيون حتى رو جوار ومدرب، يعني عنا مشكلة ونيفو تحكيميا بعض ساعات ندون نتفرجوا في تلفزة ولا حاجة ترى في الأوروب سيرتو في الانجليز رو جوار بعض ساعات يقوم لا يخلي لا يبقي للأربيت بيده ويتكلم، والأربيتر يوصل قريب يقرب له ويناقشوا في بعضهم، الأربيتر تنسيون طالع وطالع، علاش خاطر يعطيه دي كونسيني غاديك بربي ما تحسبش عبد، التنسيون طالع نتاعو باش تخرج في الأوراق، خاطر أنت عندك البوفوار باش تخرج الأوراق. هنا في تونس ماذا بينا حتى الحكام وقت اللي جواري تقلي أدفرسير ويخاف على ساقه ويقوم حقه عند شكون باش يمشي للأربيتر، كل ضربة اليد وكذا ماذا بينا تتعدى وتمشي في طريقة التعامل مع الحكام، لازم الحكام في السيمينار يقولوا لهم ما تعاقبش، تنسيون هابطة وما عنده حد شيء وحب يدخلك في شخصيتك وقتها تنجم توصل مع حتى الحمراء. أنا حبيت نعرف ونيفو لي تنسيون اسك تنجم تحاسب الملاعبي وهو هايش، والا خويا تقول هذا السؤال اللي الحكام تاعنا بعض ساعات فما حكم، نعطيك اسامي مثلا نعيم حسني ما يخرجش لاعب كره ما يخرجش، محرز المالكي ما يدخل، شفتوا من محرز اي عبد يقرب له ولا يعمل له اي جس يخرج له يقول لك خويا شخصيتي هذيك العباد تفرج شويه يقول لك شبيك ما خرجتلوش، وجل لي كوميسير اللي يمشيو يبدا يكتب في الدقيقه 69 شبي جوار تقبح فيك ما خرجتلوش خويا حاشم منه، هذوما لي كوميسير معناها حتى لي كوميسير لازمهم يعرفوا يخدم تحت لي تونسيون، هذوما لي بريزون ما يسميهم. سي شهاب، يوسف المساكني في المقابله نتاع البارح شفناه بعيد برشا على المستوى اللي
اللي كنا نستناه منه ونعرفه عليه يوسف تقريبا ديما هو كان يصنع الحل في المنتخب، لكن نجم نقوله انتهى وقت يوسف مساكني في المنتخب، هذا شفناه من التعليقات هذم، وإلا لا اللاعب نجم يقدم الإضافة في 10 دقائق 20 دقيقة في الأخر، وإلا لازم يكون أساسي موجود. يوسف حط برشا كلام يتقال أنه في كل وقت زادا نجم يصنع لك الديفيرونس. لا حكيت المطلق أنا من مش بها، معناتها انتهى أو مازال، هذا لاعب منتخب، لاعب كرة قدم، والكرة قدم هي عندها قابلية متحركة. شنو متحركة؟ اليوم في البوزيتيف غدوة في النيجاتيف، اليوم في النيجاتيف غدوة في البوزيتيف. أنا كسيليكسيونور لتات فورم تاع الملاعبي قاعد يقدم ولا يقدمش، هذا أن دو اللي هي حاجة امبورطانت برشا. جيري لي طون دجو كون فا اوفخير او جوار، معناتها أنا ملاعبي est-ce qu'il peut enchaîner deux matchs في 4 jours ولا avec un déplacement نتاع 5 heures de vol. لهنا انا رانو بتاتر يوسف نو ينجم يدخل en cours du jeu. يدخل وي. لعب مثلا الماتش الاولاني il a commencé dès le début بدا تيتولار، اخويا deuxième match il faut l'aménager, il faut le mettre sur le banc et le faire entrer en cas de défaillance. Voilà, là le match là 30 minutes ولا اللي هما. Alors, il y a un joueur, qu'on le veuille ou non, Youssouf, qui est en jambes, il y a beaucoup de solutions. Les créatifs, les joueurs créatifs, comme Youssouf, avec... Il y a un joueur qui est proche de l'agile, il y a un joueur sur le poteau. Et un joueur de race. Le premier poteau, il y a un couffrant, il y a un premier mi-temps, et il a anticipé, il y a un joueur qui est proche. Il a dévié le ballon avec la tête. Est-ce que c'est numéro 7, c'est Youssouf, c'est pas Youssouf? Il n'y a pas Youssouf. Il peut être décisif, à Bichart, à nous, qu'il fait Stamel Youssouf. Ou Haja Okra, il a quitté la communication. Même avec Youssouf, il doit y avoir une communication. Je m'en rappelle. Je suis venu à un match au Brésil, Youssouf Malabch. Tu as le match au Brésil, Youssouf? Dans la Coupe de l'Ukraine. فرنسا قلت خل خروج نحكي على الخزري اي الخزري ما لعبش وتقلق برشا منها الماتش هذا، لكن لي اين كومونيكاسيون في لا كومونيكاسيون رايت سي تري امبورطون كي نخلي الملاعب نحكي انا وياه طيح التونسيون برشا طيح لا اون سو ريغارد دون لي زيو يعني نغزر لبعضنا في عينينا خليها كونفيونس بيان سور. الوغ هنا يوسف نتفاهموا في ستاتيو يوسف راهو تي بلو يوسف نتاع اقل من 30 سنه راهو تي فا فينيغ سي با بور انكادري انا ما نمنش بيه برشا سي با بور انكادري لو جروب على خاطر هذوما دي جوار برو شنو معناها انت في بالك يوسف يجي الصغير باش يقول له اعمل وما تعملش باش يقبلها منه نو الوغ هذا كله حاجه اخرى راك يوسف تي ا دو لا فالور فما دي راسومبلومون نعيط لك دي راسومبلومون نو فما دي ماتش تلعبهم من الاول فما دي ماتش نو الوغ تقبل الستاتيو هذا ولا انا جيماجين انه يوسف يقبل وانه مازال ليكيب ناسيونال لا اونكور بزوان دو يوسف مسك. شفنا كي دخل ايت مالك دخوله حرك شويه المنتخب وتزامن مع الفتره احسن فتره في الماتش للمنتخب البارح. وهذا هو هذا امتداد اللي يقول فيه شهاب وزدعلي، معناتها هي النورمالمون المنطق يقول انه الاجدر هو اللي يلعب، مع الاسف مع فوزي البنزرتي ماناش قاعدين نشوفوا في هذا، يعني توا مثلا انت تشوف يوسف مع فيو ماتش لالي الحقيقه معناتها كان اكوتي دو لابلاك، معناتها ما ماتش لالي مش موجود صحيح. ماتش تونس ها ماتش تونس المفروض انه بالمنطق ما يبداش رونترون في ماتش الروتور فهمت تعطي شانس سورتو انت خاسر تعطي شانس لعباد كومبيتيتيف وحاضرين حتى لهنا بالمنطق وبالعلم على المستوى البدني ماهوش يوسف تاع 10 سنين التالي ما نجمش يلعب حتى اللي هو ما نجمش يلعب ماتش كامل اوكي معناتها ديما يقعد في المنتخب هذايا دونك مع الاسف نتمنى وكما قال سي علي انه فوزي البنزرتي راجع اختياراته انا اعتقد رايي الخاص انه في العالم اجمع ثم 15 ملاعبيه ماكسيموم انتو شاب معناتها يلزم فريمون يكون ميسي ولا دييغو مارادونا ولا كريستيانو رونالدو باش ما تمسوش شوف انت في البرتغال رونالدو افيك سا معناتها الكلام عليه ما عدا ذلك
يا خويا تنجم تشد البنك. بربي ثم حاجه ما حكيناش فيها سامحني بربي. عنده ثوابت سي فوزي اللي يلعب البريس العالي حياته كامله. يدوا شونجي النقطه هذه. ما شفناش ما عندناش فريق. ما شفناش البارح ما شفناش المنتخب ما عندناش فريق مكسس معطي شغلي كات ماتش ما شفناش فوزي الطريقة هذيك. انا لا عنده ثوابت هذا اللي حاب يعمل بريس عالي. ثم حاجه اخرى هذوما الثوابت هذوما يلزم تبدلهم راك في فريق قوي. سيدي ظلي مكسس معطي ثم ما شفناش مع فوزي في المنتخب. ثم حاجه اخرى شفنا في تونس. لا شفنا في المباراة الأولى اللي فزنا 1-0 هذا اللي تلام عليه. ما شفناش فوز اللي يضغط المنتخب اللي يضغط اللي يعرف البلايستيشن. فوزي البنزرتي ما عندكش كاليتي جوار باش تعمل الضغط كبير. لا لا مش كاليتي جوار هو اللي شوا نتاعو. كاليتي جوار عندها قيمة زادة. لا اللي شوا نتاعو زادة غلطين. شوا غلطين لا متفق. هو فوزي البنزرتي احنا كي نشوفوا تصريحاته ريت بعد كل قائمة يعملها يبدا يحكي ويبرر انا راني ما اللعب كان الجاهز ونشوفه في التطبيق العكس. وهذا هو معناتها وثم ملاعبيه ماهوش قاعد يعيط لهم معناتها كي انت تختار يقول انا راني ما لعبش ملاعبي بناك ويعيط الملاعبيه ما يلعبوش سور ان طون دو جو تلقاه في 8 اشهر 9 اشهر لاعب 3 ماتشات ويعيط له وواحد اخر تلقاه ماركي مانيش عارف قداش والطون دو جو نتاعو كبير. دونك فوزي البنزرتي في كلمه نتبنى الجمله اللي قالها سي علي يلزم يراجع روحه ويكون كويرون مع افكاره ومع اختياراته. يمكن يمكن رايي الخاص اعتقد انه فوزي البنزرتي جاء للمنتخب في الوقت الغلط. تايمينغ سيد علي فما ملاعب حبينا نشوفوه البارح ما خذاش حتى دقيقه لا في الماتش الاول ولا الماتش الثاني رغم اللي كان فما مشكل كبير عندنا في البوست نتاعو نحكي على انس الحاج محمد ورا حاجات باهيه. انس الحاج محمد من الاولادي اللي معايا لحظه خلينا نكمل سي علي سؤال بعد نعطيك انس معناتها ورا حاجات باهيه في الكالتشو في ايطاليا وانت تعرفوا مليح هذا هو باش نقولوا لك في المنتخبات الشبان ما كاين نجم ياخذ وقت البارح. اي نجم ياخذ وقت حاجه باش نقول لك على الجوارات الكيب ناسيونال انا اوتيليزي 6 جوار 6 جوار في الدو ماتش 6 جوار تراها برشا انت سي شاب انا راه شويه في لاب دو تون والفواياج والتعب وكل شيء واللاج تاع كلك جوار كيما كنا نحكيو على يوسف وعلى فرجاني ساسي فهمتي ولا يظهر لي شويه حتى في الريزلتا سورتو حتى في الريزلتا سورتو او نيفو دو لا فريشور فيزيك شفنا هاك فيفاسيتي ما ثماش في ليكيب بوكو دو لونتور ما ثماش فيفاسيتي كبيره ما ثماش فريشور فيزيك في ليكيب سورتو في البدايه الماتش. نرجع لسؤالك سي جوار هذا الكابيتان تاع الاو 20 ويعرفوا مليح شهاب ستا جوار دو كولوار مش بونطا يلعب يلعب كولوار على اليمين يلعب في بداية يلعب قلب هجوم لا لا يلعب جوار دو كولوار إلا إيتي يوتيليزي في بارما اون طون كاتاكون سي حتى في المنتخب يلعب اتاكون يلعب على اليمين أكثر ستا تري بون جو هو وبشا يلعب على تري رابيد هو وبشا وكادا ولا بن عليم تاع صفاق سيلفا هذا التريو تاع الاو 20 عندنا او 20 من احسن ما ثم لكن الاشكال وين بعد ما شروهم هذا اللي صاير باهي نحب نسالك لهنا وينو العرفاوي خذا مير غارديان تولو في الكوب دي مونت وين يبدو لي انه فوزي مش مقتنع ببرشا نقول لك علاش هذا يخدمنا مشروع خلينا نجاوب سالت انت خلينا نجاوب فوزي مش مقتنع ببرشا يقول لك غارديان مش طويل مش ما نشوفوش عنده بلاصه سيدي نحن خدمنا المشروع هذا لدار الفنيه وكانت الناس موجوده ويعرف شهاب مليح الموضوع هذا خدمنا مشروع نتاع اللاعبين اللي موجودين برا وكان لاهي بهم اسمه سليم اون كونتاكت وكنا نحن في لجان لاهي بهم انا وناجح حتومي كنا نخدم في خدمه نتاع مستقبل لكن اللي شفته انا سي كمال للاعبين هذاك يلعبوا في الكادي ويلعبوا في الجينيور وبعد ما اشتراهم جمله واحده العيوني وين؟ وين التيفي؟ وين العاشوري؟ وين الجبالي نتاع اليوم؟ وين عرعار؟ يا ودي دي ولا لاريير قليل حجم مش يلعبوا في جمعياتهم جوش تعيط ملاعبيه هم مش يلعبوا في جمعياتهم حطوه في بالكم شكون؟ عادل عرعار ايه ملاعبوا ياسر ايه حطوا هذا اما لازم يلعب في جمعيته نعرف باش نقول لك انا حاجه والله جلال اللي تيب بور باش يهزوا الكوب دافريك اللي فات اي حكينا فيه الموضوع وخاصه زاد مدافع ايسر بس عباد تعرف اي مدافع ايسر على مستوى اي شفته ما شاء الله عليه واحد كي الحاج محمود كان ما لعبوش البارح وقتها باش يلعبوا
وقت انت ما عندكش كما كان يحكي خويا شهاب، ما عندكش اجنحه جمله واحده في الروح هذيك والفاستي هذيك، تعطيه طون دو جو هو مالك زوز على الجناب تبدا بهم، والله كان يعمل سيربريز. اما نوتر ريغوش تاع لافال امين الشيرني، امين الشيرني وينه؟ اكثر واحد عنده بلاصه وتفضل في الليست. خضراوي زاده، خضراوي خضراوي بليسي ومش يلعب مع الكلوب، ما يلعبش وقتها، ما يلعبش، ما يلعبش، قد بلاصته اساسي. لا لا خاطر اذا رجعوه لونترونور يستحفظ عليه، رجعوه اما طفل براوي يلعب، ينجم يكون حتى فوزي حاب يستحفظ عليه. لا لا ثم ملاعبيه في المنتخب مش تلعب جمله وعيط لها. ثم ملاعبي مظلوم، انا باش نقول عليه كمان بصراحه، باش نقول انا نقول عليه، ثم جوار في الليست هذه تظلم، كان هو دوزيام ريرغوش يا خروج تروزيام ريرغوش، علاش خرج؟ حسين بن علي صحيح، صحيح. ثم ملاعبي زاده نتاع الكيب اولمبيك والجينيور، كنت انا مع ماهر كانزاري اللي هو تاع مستير شو اسمه بكار، نجم يكون رجع من ضربه ولعب ماتش بركه مع السي اس. ان شاء الله نحن نجبدوا الاسامي هذا باش ياخذوا حقهم كيما قال خضراوي. ربي حمدي لعبيدي فان دوزون، يعطيك الشيء فان دوزون ماركي لك خمسه، مازال عندنا احنا بونتا كيفو صحيح ماركي 25 بونتو صحيح، ومنهم دو بينالتي بركه وما تعيطلوش. ويبدو لي عدم من ضعفته ماهيش مساله فنيه حسب تصريح لفوز البنزرتي، معناها سمعناه على اساس انه البقيه منضبطين، سمعناه اللي قال لازم يركز في الكوره. كمل معاك، حبيت لو كان تركز انت في الاختيارات الفنيه صحيحه خير. باهي تفضل سي شيخ. انا حبيت نضيف على كلام علي ابروبو دو حنبل المجبري. شوف اختي بدا عندك ان جوور دو فالور عنده لو بوتونسييل، بين انه يستمر وما يستمرش سر وحيد. اللي لقاه هو توا حنبل المجبري، هو جوي لا كومبيتيسيون هي ليليمون لو بلوز امبورطون دون لا كارير دان جوور. حتى كي يكون عنده بوتونسييل انورم سون لي سون لا كومبيتيسيون راهوك البوتونسييل. هو اليوم احسن فتره قاعد يلعب فيها في مسيرته توا قاعد يلعب مع فريق. الوغ الوغ هل لا كومبيتيسيون اللي قاعد يلعب فيها وبارفوا مهما يكون النيفو، راه نتكلموا على الشامبيونشيب نيفو محترم جدا محترم جدا، ما نحكيوش على البريمير ليغ. الوغ الى ديجيري لو فات اللي هو هبط دان كرون، خاطر هو كان يحلم قبلها هذه وطابت الفكره في راسه. اي سي تانتيغري وعرف انه هو بدون الفتره هذه نتاع الكومبيتيسيون في المستوى هذاك مش يفقد يمكن الكاريير نتاعو. الوغ لهنا الولد عمل ريكتيفيكاتيف او نيفو دي بلون دو كاريير نتاعو، كار دو روت نتاعو في الكاريير نتاعو. هنا للملاعبيه الكل لا كومبيتيسيون سي ليليمون لو بلوز امبورطون بور غاردي لو بوتونسييل. تذكر اش قلنا؟ قلنا انه مشانوا لمانشستر يونايتد وصراروا على البقاء كان غلطه وقتها معنا الكوتش. صحيح. فقط خلينا نوصل مساج مش مقتنع به لكن مساج خلينا نوصلوه من عند حكيم عون، المدرب حكيم عون يقول لي صاحبي نعرفك محترف ونعرف انت زادة من اكثر الناس اللي تكلمت في الدكتور وديع الجري وهو رئيس جامعة وتعرف علاقتي بيك متاع احترام لان نحسك محترف بي مش مهم هذا، اما مثالش اعطوا للراجل حقه خاصة في موضوع المنتخب لانه مكانه وشخصيته باينة بالكاشف وهاني نتبع فيكم. هذا مدرب حكيم عون، حتى من الكلام اللي لمح شوية انت قلت مختار على الفوضى اللي صايره في المنتخب اليوم، مش مقتنع بالكلام اللي قاله لكن نحترم على الاقل انه من الناس القليله اللي قعدت وافيه الوديع الجريه رغم انه طاح حتى برشا ناس توا قلبت الفيست. انا ما في كلامه. انا شخصيه وديع الجريه موجوده، حطك في اللوف كنا نحكيه وانا وكمال قالك تقول لي شخصيه وديع، اي ما نحكيه على اسم وديع، شخصيته موجوده. انا راني عشت تربيت نعرف وديع كي يدخل الستاج نتاعنا شنو نعملوا، راه نوليو كالعسكر حاجة ثابتة فينا، العبيد كل تحب تزفر، العبيد كل تحب على التعيينات، ما يعين كان العبد اللي يكون متراني، الشخصية هذه ربك عطاها له هكاكا، مش جامعة كيما حب هو، وديع الجريري ما يعرفش راهو، وديع الجريري كي يبدا جاي وباش واقف كرهبته في الباركينج، الجامعة الكل تنضبط من المجازان للي شدد الجازون للعبيد الكل ويبدا يثبت فينا انترين، هذه ربي عطاها. انا مانيش ضد علاش قلت مش مقتنع انا، خاطر هو وديع الجريم من الاسباب اللي خلت نوصلوا تقريبا خلى الجامعه تمشي في منظومه الشخص الواحد، على هذاك كي مشى هو ما عادش فما حتى حد قادر على تسيير الجامعه. هو منتخب لازم شخص شنو باش تحب؟ لا مش مع مكتب جامعي، مش منتخب واحد. كان ما فرضتش روحي كمكتب جامعي، ايش حاب نعمل لك؟ سي اسلام حاجه لازم نقولها بالحقائق، برشا ناس تذكر وديع كان بالخير
هو لو من الناس الشخص اللي بحذاك برشا برشا نقلبوا عليه، لا نقلبوا عليه اللي ما عندهمش مبدا خاطر استفادوا منه ونقلبوا عليه. كنا تو نحكيوا في لوف انا والمتر، شخصيته كبيره وكان انضباط وكان رجوليه وكان ديكتاتورية زاد، وكان ديكتاتورية زاد. والله ما ديكتاتورية كلمة صعيبة برشا، خلينا نشوف مش موضوعنا فقط فاصل حليناه على الملاحظة اللي ديكتاتور يسموه الانتوراج نتاعو الانتوراج وقادر صحيح. بين نمشيو فاصل قصير موزيكا وبعد نكملوا آخر جزء من حصتنا اليوم.